حتى وإن كانت أنباء لم تؤكد بشكل رسمي، لكن مجرد ذكر تمكن زعيم تنظيم داعش الجديد من الدخول إلى الأراضي العراقية أمرا أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والأمنية والشعبية. تحليلات وكالات الاستخبارات الدولية تشير إلى دخول أبو إبراهيم القرشي إلى العراق مستغلا الانشغال بمكافحة وباء كورونا، مع وجود الكثير من الثغرات الأمنية التي خلفها الوباء بعد سحب قطعات عسكرية من المناطق الريفية والصحراوية وإعادة نشرها في المدن السكنية للمساهمة في السيطرة على الوباء. الزعيم الجديد للتنظيم ووفقا للتقارير الأمنية يحاول إعادة ترتيب صفوف عناصر داعش، فتسريبات تنقله بين العراق وسوريا إن صحت فإنها تعيد العراق إلى مربع المواجهة من جديد، في وقت تسعى الأجهزة الأمنية والاستخبارية إلى تحديد مكان القرشية عبر متابعة دقيقة لخارطة الهجمات الأخيرة التي شنها داعش ضد النقاط الأمنية وبعض الشخصيات العشائرية في محافظة ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وحزام بغداد. خبراء أمنيون شددوا على ضرورة تغيير الخطط الأمنية في مواجهة نشاط داعش وهجماته الأخيرة، والذي بات يعتمد على الترابط بين القواطع في المناطق التي كان يحتلها سابقا عبر التنقل في أماكن صحراوية مشتركة ومحصنة بتضاريس طبيعية وبعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية. ووفقا للتقارير الأمنية فإن هذه النقاط تقوم بالإعداد ماليا ولوجستيا ومن ثم التنفيذ في جبهات متعددة تنهك القوات الأمنية المرابطة في معسكرات وثكنات تخلو من التنسيق الاستخباري، ما يجعلها مناطق هشة أمنيا. ومع كل هجمات يشنها عناصر التنظيم تبادر القوات العراقية إلى إطلاق عمليات واسعة لملاحقة فلول داعش. آخر تلك العمليات التي انطلقت فجرا وشملت مناطق الصحراء الغربية وجنوب غرب نينوى وصولا إلى الحدود العراقية السورية وفقا لما أعلنته قيادة العمليات المشتركة، عملية تأتي لتفتيش تلك المناطق. لكن وفي المقابل فإن خبراء أمنيون يرون أن تلك العمليات لم تعد ناجحة بالشكل الذي يمنع داعش من شن هجماته، إذ بات من المطلوب تشكيل كتائب استطلاع وكمائن في العمق الصحراوي وعلى الطرق التي يسلكها أفراد التنظيم والاستعانة بالمعدات الرصدية والتغطية الجوية، مع التأكيد على إعادة النازحين حتى لا تبقى المناطق خالية لأفراد التنظيم، مع أهمية السيطرة على أماكن التماس والحدود الفاصلة بين القطعات الأمنية، كون التراخي أو الانسحاب منها يسبب خروقات أمنية كما حدث في ديالى وكركوك وحزام بغداد. تظاهر العشرات من